لا هم حق عقيدة ولا هم يعني حق مبدأ القاعدة ولا، ولكن الجانب الاقتصادي والمادي هو الذي جعلهم يشتركوا في هذا الكلام. أقنعناهم عند الجلوس معهم، حدثناهم بأن لا يمكن الجلوس، يعني لا يمكن لهم أن يستمروا طبعاً، وقلنا لهم من الأفضل لكم، من الأفضل لكم أن تخرجوا، وهناك عاد باقي يعني أفضل، وإنما خروجكم هو شيء حتمي، ونشتي الدولة لازم تكون وجود الدولة أنك من أجل توفر الخدمات الأساسية والضرورية للحياة والخدمات الأساسية للحياة والضرورية للبقاء لازم تكون، ولهذا طرحنا على المواضيع أن هذا أن وجودكم أثر علينا، أننا في حالة يعني الوجود حقكم أثر علينا في حالة يعني غياب الدولة، يعني لم تتركها الدولة، طبعا الدولة لم تترك القاعدة أن تبقى، ولهذا كان قصف طيران، وكان هذا أثر على الأطفال مما تسبب إلى 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 أمراض إلى إلى خوف إلى هلع بين الأطفال. قالوا مثلا الناس اللي كانوا الناس اللي كانوا في زنجبار، ونتيجة لخروج الدولة من زنجبار وبقي القاعدة كانوا يعني ما يشتغلوا العوز كانوا يشتغلوا بالأجر اليومي، عندما كانوا يشتغلوا بالأجر اليومي وجود القاعدة يعني حاولوا بعضهم أن يناصروها، حاولوا بعضهم أن يدعموها ولو حتى دعم لوجستي، لهذا قالوا هذولا يجب أن يبقوا، وعدم اعتراضهم وعدم عدم. طرحنا احنا على قوات التحالف وطرحنا على الدولة وقلنا لهم، وكان في قبول من قبلهم. أنا اللي أعرفهم اثنين بعد ما الحوار، أعرف منهم اثنين، واحد في الجهة الشرقية وواحد في المناطق الوسطى، عادوا والآن موجودين يعني خرجوا عن أطار الفكر القاعدي والآن يعيشوا حياة سليمة. لا هم حق عقيدة ولا هم يعني حق مبدأ القاعدة ولا، ولكن الجانب الاقتصادي والمادي هو الذي جعلهم يشتركوا في هذا الكلام. هل منهم من تاب سواء من قيادات أو أفراد وعادوا إلى مجتمعاتهم؟ بعد دخول الجيش إلى أبيان، وكان على رأسهم السيد عبد اللطيف السيد، عادت كثير من الشباب الذي كانت لهم نوايا مادية وليس لهم دخل أو تلطخت أيديهم بالدماء على أساس أنهم يرجعوا وأنه يكون عليهم الأمن والأمان أن لا أحد يأذيهم. اجتمعنا مع عبد اللطيف وبلغناه، فكان متجاوب السيد عبد اللطيف أي إنسان لم يكن إيده ملطخة بالدماء فهو آمن في بيته يعود، ومن اعتدى عليه أنا حامي. فرجعوا كثير من الشباب فعلا، لن أحد يمسهم ولا أحد احتجزهم ولا أحد قرب بيوتهم. ممكن أن تروي لنا شيء من قصة توبة كاملة لشخص من الأشخاص أو قيادة من القيادات، كيف تم مساعدته، وهل هو حاليا يعيش بشكل عادي ويعمل في مجتمع؟ والله نحن أغلب الشباب هم من أبناء مدينة جعار اللي رجعوا، يعني متعايشين نحن وياهم يوميا، حياتهم طبيعية، وفي من بعض الشباب عندهم حافز ودافع أنهم يقدموا شيء ويخدموا أرضهم وأهلهم. فمنهم من كان صادق حبا لأرضه وحبا لمنطقته، حتى بعضهم انضموا إلى الحزام الأمني واستقبلهم عبد اللطيف لأنه داري بنواياهم ليست نوايا عقيدة وإنما نوايا الفقر.